بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامكم بهذه الليلة المباركة، ليلة ولادة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، سائلين الله تبارك وتعالى أن يمن على بلدنا وبقية البلدان بالأمن والأمان، وأن يدرأ عنا شر الأعادي بمحمد وآله. في مثل هذا اليوم قبل 7 سنوات أطلقت المرجعية الدينية العليا فتواها المباركة والمشهورة في التصدي للعصابات الإرهابية المتمثلة بداعش على نحو وجوب الدفاع الكفائي، وبحمد الله تبارك وتعالى قد آتت هذه الفتوى ثمارها بالاستجابة السريعة لأبطال وشباب العراق وعلى جميع المستويات. الذي كان مؤهلا لحمل السلاح حمل السلاح، والذي كان متمولا أيضا وهب أمواله وجاهد بأمواله في سبيل توفير كل الإمكانات من المأكل ومن الملبس ومن الأعتداء، وخصوصا في ظرف صدور الفتوى لم تكن بعض الأمور مهيئة بشكل كامل، لكن سرعان ما انتظمت صفوف الأخوة المقاتلين لمعية جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، وبحمد الله تعالى تأسس من خلال ذلك هذا الوجود المبارك لهذا الوضع العسكري الذي ساهم بشكل فاعل وأساسي في طرد العصابات الداعشية وعودة البلد إلى ما كان عليه. وكانت خارطة العراق رجعت ناصعة بيضاء، وقدمها الأخوة المقاتلون إلى سماحة سيد الفتوى سيد النجف أطال الله في عمره الشريف السيستاني، باعتبار هذا من ثمار هذه الفتوى المباركة. في ذلك الظرف شعرنا بحاجة ملحة جدا، وهو توثيق جميع المعارك وجميع المسائل المتعلقة في هذه الحرب الضروس، خشية أن يذهب كثير أو تذهب كثير من الأحداث، وبالنتيجة نحن اليوم شهود على ما حدث، لكن الأجيال القادمة ستسمع، تحتاج أن تقرأ. ولذلك سعينا بمعية كل الأخوة أن يكتب كل ما يتعلق بهذه الفتوى والاستجابة وجميع جزئيات المعارك، وقدمنا كثير من الكتب الإدارية لكل الأخوة على أن يزودونا بما عندهم من وثائق ومن قصص ومن آثار المعارك ومن الانتصارات في الليل والنهار وفي المنطقة الفلانية والمنطقة الفلانية. وبحمد الله تعالى جاءنا كم نعتبره كما متوسطا، لأن تراث المعركة كان أكبر مما يعني وصل إلينا، لكن الباب لا زال مفتوحا لكل الأخوة الذين لا زالت عندهم، باعتبار بعض الظروف كانت لم تسعفهم بأن يقدموا ما عندهم لإنشغالهم، بعض المناطق لم تحرر بشكل كامل وكانوا معذورين في هذا الجانب. حتى انتظمت عندنا هذه الموسوعة التي وسمناها بموسوعة الدفاع الكفائي، وهي فعلا الآن تمت على نحو 62 مجلدا كتبنا فيها كل ما وصل إلينا، والآن في الطور الآخر أيضا الإعدادات جارية لاستقبال، لأن بعضها وصل إلينا بعد أن دفعنا هذه الموسوعة إلى المطبعة، وصلت إلينا بعض الأمور إن شاء الله تعالى على الدورة الثانية أيضا ستكون فيها. وفي الوقت الذي يعني نشكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا و
خرج البلاد من تلك الظروف الصعبة جدا. أيضا نكمل هذا بمسألة التوثيق. أنا أعيد التوثيق لأهميته، وهذا تاريخ نفخر به. عندما يندفع الشباب والشيبة والمواكب وكل الجهات العسكرية اندفاعا قويا، هذا أمر نفخر به وجزء من تاريخنا، وكل لهذا الاندفاع بهذا النصر المؤزر الحمد لله تعالى. ونسأل الله بهذه الليلة العظيمة أن يديم ظل سماحة سيدنا السيستاني أدام الله ظله الوارف وبقية المراجع، وأن يحفظ الحوزة الدينية المباركة والعتبات المقدسة وبلدنا من كيد الكائدين، وأن يرينا دائما الرفعة والعزة لمحمد وآله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.